طيب نتكلم على الفيش فارمينج. بصوا، فيش فارم دي اللي هي بالعربي اسمها المزارع السمكية، احنا بنحط الايه السمك فيها في ايديال كونديشنز على اساس ان احنا ننتج اكبر كمية ممكنة من السمك من غير ما نعتمد على السمك اللي موجود في الوايلد، على اساس ان احنا ما نقعدش نصطاد كتير من اللي موجود في الوايلد، وبالتالي ده ممكن مثلا يعمل اكستنكشن للسمك او يخلي فيه فصائل اندينجرد او اي حاجه. المهم، احنا عاده بنستخدم اندر جراوند ووتر، المياه الجوفيه، في ان احنا بنستخدم المياه اللي بنحط فيها السمك بتاعنا في المزارع، بس هي انضف، فيها مايكروبس اقل، ما فيهاش فيرتيلايزر، ما فيهاش تلوث، ما فيهاش سمات، القصص دي كلها. فاحنا الاساس بتاعنا بنحاول ننظف المياه، بنحاول نظبط البي اتش، نظبط الاكسجين الموجود في المياه، التمبرتشر، القصص دي كلها. حتى ساعات الكواليتي بتاعت المياه بتتظبط بحاجه اسمها ريسيركيليشن سيستم، مياه متجدده، مياه ما تبقاش راكده، المياه بتبقى جاريه كده ريسيركيليتنج، على اساس ان هو ايه، بناخد جزء ننضفه ونرجعه تاني للبوند، جزء ننضفه ونرجعه تاني، عامل زي البسين كده، عارف البسين تلاقي المياه ايه بتخش وتخرج. المهم، اول حاجه بننضف المياه من الحاجات اللي احنا شايفينها عن طريق حاجه اسمها ميكانيكال فلتر. ممكن المياه يبقى فيها فيسز، ديد فيش، سمك ميت، اكل فايض، الكلام ده كله بنشيله، ده اسمه ميكانيكال فلتر. في حاجه تانية اسمها بيولوجيكال فلتر، بنعدي المياه دي اثناء واحنا بننضفها، بنعديها على انواع من البكتيريا، ممكن تقعد تكسر الامونيا اللي موجوده في المياه اللي انا مش شايفها، بس ان في بعض انواع السمك بتطلع من الجلز او الخياشيم بتاعتها امونيا، فاحنا بننضف الامونيا بانواع من البكتيريا، بيعدي عليها المياه دي وبتنضف، مفيش مشكله، ده اسمه بيولوجيكال فلتر. المهم، لازم في الفيش فارم نظبط الديزيز، الامراض، نشيل السمك الميت اللي ممكن يتراب باثوجنز او يلم بكتيريا، نديهم انتيبيوتكس لو جالهم بكتيريا، فاكسين، تطعيمات عشان ما يجيلهمش اي امراض. بالنسبه للاكل، الفيدنج بتاع الفيش، ممكن ندي السمك الناتشرال دايت، نشوف هما بياكلوا ايه طبيعي ونديهولهم انسكس، حشرات، حاجات اسمها بلانكتون، طحالب، الجي، سمك صغير، او في حاجه اسمها بريبير دايت. بريبير دايت دي اللي هي بتبقى زي ايه، زي محاليل كده، كانها شرب، عارف كانها شرب عدس مثلا، بنديها للسمك ده كنوع مثلا في مينرالز، في بروتينات، في حاجات اللي هو يعني سبلمنتس بنديها للسمك ده، ومين اللي بيبقى فيها بروتينز. فكر بقى ان الحته دي مهمه جدا، ان احنا لما بنيجي نغذي السمك يفضل يبقى سمول كوانتيتيز، كميات صغيره بات مور فريكوينت. طب ليه سمول كوانتيتيز؟ عشان نمنع الاكيوميليشن، تو بريفنت اكيوميليشن فوتاش، الاكل ما تراكمش، الاكل لما بيتراكم بيلم بكتيريا وتستهلك الاكسجين في الميه، وفي نفس الوقت مور فريكوينت، وجبات كتيره. ليه؟ عشان ما يجوعوش، ما يقعدوش يتخانقوا على الاكل. خلاص. طيب، من الحاجات برضو اللي احنا بنعملها للسمك سيلكتيف بريدنج، لو احنا ناس بنفكر لقدام، بنقعد نعمل بريدنج او نجوز احسن انواع من السمك، زي ما قلنا بنختار السوتبل فيتشرز اوفر سيفرال ايه جينريشنز، نقعد نجوزه لحد ما كله يبقى عنده الفيتشرز اللي احنا عايزها، زي ديزيز ريزيستنس، مكافحه امراض، كميه الفاتس والبروتينز، الجروث ريت بتاع السمك، القصص دي كلها. طيب، عندنا مشكلة تانية في الفيش فارم، هي ايه؟ هي الكومبيتيشن. الكومبيتيشن ما بين السمك، في منه نوعين، منافسة ما بين السمك لازم نعملها كنترول. في حاجة اسمها انترا سبيسيفيك، وحاجة اسمها انتر سبيسيفيك كومبيتيشن. انترا وانتر سبيسيفيك. انترا سبيسيفيك يعني سمك من نفس السبيشيز او نفس الفصيلة بيتخانق على الاكل، سمكتين بلطي بيتخانقوا على الاكل مثلا، ده ممكن حلها ايه؟ سبلاي انف، وزود الكيج سايز، القفص اللي هم موجودين فيه كبره، وحط لهم اكل كفايه بس بليمتس معينه، زي ما قلنا ما يفيدش، على اساس ان هم ما يقعدوش يعملوا كومبيتيشن على الفود. وفي حوار تاني اسمه انتر سبيسيفيك كومبيتيشن، او اسمه بريديشن، اللي هو سمك كبير مثلا من نوعيه عايز ياكل من السمك الصغير اللي في نفس المزرعه، تونه مثلا. فانت الحل ايه؟ حط كل سبيشيز في كيج، ما توجعش دماغك، في قفص، وفي نفس الوقت غطي الكيج ده وموت اي بريدترز بتحاول ايه تاكلهم من بره المزرعه دي، على اساس ان انت فيش فارم دي ساعتها بتستخدم جزء من بحيره صغير كده، جزء صغير من بحيره كبيره. خلاص. طيب،
فايه هي الادفانتجز بقى بتاعت الفيش فارمنج كومبيرد بالسمك اللي بنجيبه من الوايلد؟ اسهل طبعا انت تكاتش السمك ده، مش محتاج شبكة عملاق وبتاع، مش محتاج تروح تشتري بوت، مركب غالية، انت كده كده قاعد في الفارم بتاعتك اللي هي اصلا مش كبيرة، وفي نفس الوقت مش دينجرس، بتحافظ على السبيشيز بتاعت السمك، تعملها كونزرفيشن، مش بتخلي فصيلة انديجرد او يحصلها اكستنكشن. بس طبعا الفيش فارم ليها عيوبها، لها ما لها وعليها ما عليها. طبعا ساعات انت لو مأجر او واخد حتة صغيرة من البوند كبيرة، ممكن الويس اللي طالعة او الفيسز تلوث البقية البوند دي، انت مهتم طبعا بالجزء اللي فيه المزرعة بتاعتك مش مهتم بالباقي، ممكن الويس تغير البي اتش بتاعت المية، تعمل دي نيتشر انزيمز بتاعت المخلوقات التانية تموتهم، ممكن يطلع من الفيش فارم بتاعتك دي بكتيريا تستهلك اغلبية الاكسجين او تسبب امراض للأورجانيزمز ايه التانيين، انت مش مهتم بيه، انت مهتم بس بالجزء اللي في المزرعة بتاعتك خلاص. ساعات ممكن الفيش فارم تبقى سبلايد بايه، ساعات بنزرع تحت نباتات في الفيش فارم تحت في المية عشان تخلي الفوتوسينثيسيس ريت عالي. فوتوسينثيسيس عالية معناها ايه؟ هتسبلاي السمك بالاكل فوت، وهتسبلاي السمك برضو بالاكسجين، فانت في ميزة انت تزرع تحت، تحط اكواتيك بلانس عشان تعمل فوتوسينثيسيس، تبقى مصدر اكل للسمك بتاعك لو هما بياكلوا من النباتات، ومصدر اكسجين عشان الاكسجين ده بيطلع من الفوتو ايه سينثيسيس عشان السمك يعرف يعمل بيه ريسبيريشن. بلس ساعات بيحطوا تحت في السويل مانيور، مانيور ده اللي هو السماد الطبيعي الفيسس بتاعت الحيوانات، على اساس ان البكتيريا اللي في السويل تحت تعمل ديكومبوزيشن او تحلل المانيور ده وتزود نسبه المينرالز اللي موجوده في المايه للسمك، مغنيسيوم ونيتريتس وهكذا. خلاص طيب ماشي، ده نفس الكلام لسه قايلينه السطرين دول. في بقى حاجه تانية اللي هي ايه؟ الفارم بتاعت الميت برودكشن، اللحمه، المزارع اللي بيبقى فيها لحوم الدواجن، الفراخ، الانيمالز، قالك it's better much much better ان انت تزرعهم في حتة مقفولة indoor، ما تزرعهمش outdoor livestock، اللي هم livestock دول هم الماشية الحيوانات، اوعى تخليهم يبقوا موجودين في حتة outdoor، لازم indoor. ليه؟ قالك علشان هم لو outdoor هيتحركوا كتير و they will consume much energy في الحركة، هيهدر energy دي، مش هيبقى في energy كفاية for their growth and laying eggs، مش هيبقى في انرجي كفايه يبيدوا الاكس بتاعتهم لو فراخ مثلا، مش هيبقى في انرجي ان هم يكبروا، لحمتهم هتبقى قليله فمش هيتباعوا. فانت لما تحطهم اندور انت كده بتحدد حركتهم، بتريستريكت الموفمنت بتاعتهم، ما بيتحركوش كفايه، فالانرجي بتاعتهم هيحطوها في ايه؟ هيعملوا لها انفستمنت في حاجه اهم ان هم يكبروا واللحم بتاعتهم تزيد ويتباعوا، بدل ما يقعدوا يفرادوا كده ويهدروا الانرجي في حاجة ملهاش لازمة في الحركة. خلاص طيب تعال نخش على الفيرمنتيشن والبايوتكنولوجي. يعني ايه يا جماعة بايوتكنولوجي؟ بايوتكنولوجي ان انا بستخدم اورجانيزم في ان انا اعمل برودكتس يوسفل للهيومنز، ان انا بستخدم اورجانيزمز وخصوصا مايكرو اورجانيزمز زي البكتيريا زي الفنجاي في ان انا اعمل برودكتس بتفيد الهيومنز، زي ما استخدم البكتيريا في عمل هناخدها في اخر الشابتر ده، عمل انسولين اللي بيستخدمه مرضى السكر، زي مثلا ما بستخدم اليست، اليست ده نوع من الفنجاي مايكرو اورجانيزم عشان نعمل العيش والكيك والقصص دي، ساعات بنعمل انتيبايوتكس، ساعات بنعمل الكوليك درينكس، العيش، القصص دي كلها. فدي فكره البايوتكنولوجي. طيب لو بستخدم اليست في البايوتكنولوجي، فانا بحب اليست عشان عنده ايكويشن جميله قوي، الايكويشن بتاعت الفيرمنتيشن بتاعت الانيروبيك ريسبيريشن، فاكرين قلنا قبل كده في شابتر ريسبيريشن ايه؟ جلوكوز لو تفتكروا كان بيتحول الى ايه من غير اكسجين، بيتحول الى كربون ايه دايوكسيد ومعاه ايثانول، صح مش كده؟ خلاص الايكويشن دي جميله قوي، اسمها ايكويشن الفيرمنتيشن. انا ممكن استخدم اليست ان هو مايكرو اورجانيزم بيعمل الايكويشن دي في ان انا اعمل حاجات بتفيد البني ادمين زي العيش. تعالوا نفهم مع بعض ايه القصه بتاعت العيش دي بيتعمل ازاي من اليست. بصوا اول حاجه بنجيب اليست، اليست اللي هي بالعربي اسمها الخميره، بنحطها على الفلاور
فلوريدا اللي هو بالعربي اسمه دقيق، خلاص. بنكون حاجة اسمها الدو، دو دي اللي هي بالعربي اسمها العجينة، العجينة بتنفش تبقى عيش دي. الفلاور ده ظريف قوي في ايه؟ الدقيق ده، ان هو فيه ستارش. الريس بيستغل الستارش ده، الريس عنده انزيمز ان هو ايه؟ يكسر الستارش اللي في الفلاور او في الدقيق، يكسره الى ايه؟ جلوكوز، صح؟ فانت كده عندك يست وعندك ايه؟ جلوكوز، في اجواء متخمره، اجواء ما فيهاش اكسجين. فهيحصل ايه؟ هيحصل حاجه ظريفه قوي. اليست هيعمل ايكويشن لفوق دي، هيستخدم الجلوكوز اللي طالع من الفلاور او من الدقيق، هيتحول الى كربون دايكسيد وايه؟ ايثانول. يعني كده الدو او العجينه دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها كربون ايه؟ دايكسيد. بس العجينه دي الكربون دايكسيد مش هيطلع منها. ليه مش هيطلع منها؟ يعني هو الطبيعي لو انت عندي لك العجينه ايه؟ سايبها مثلا على الصينيه، المفروض الكربون دايكسيد يطلع بره بقى. لا، قال لك العجينه دي جواها بعض البروتينات، البروتينات دي زي ما تقول الكربون دايكسيد بيخليها تنفش، بروتينات كده عامله زي ايه؟ البالونه. فكل ما الكربون دايكسيد بيطلع بيدي الدو التكستشر بتاعتها، التكستشر دي اللي هي يقعد يئب، ان العيش يئب او ينفش زي ما بنقول. فاحنا هنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا ليست كمايكرو اورجانيزم اهو باي تكنولوجي، في ان هو بيطلع كربون ايه؟ دايكسيد لما يكسر الجلوكوز انيروبيكلي او فيرمنتيشن، عشان يطلع كربون دايكسيد. الكربون دايكسيد ده اللي بيخلي العجينه او الدو يبقى عندها التكستشر بتاعها ان هي تقعد ايه؟ تئب او تنفش زي ما احنا عارفين، خلاص. فهو لو جه قال لي ستيبس او بروسيجر تعمل القصه دي ازاي، موجود عندنا في نوتس. قول له ايه؟ حط ليست على الفلاور اللي هو الدقيق عشان تكون الدو اللي هي العجينه، اليست هيكسر الستارش اللي في الفلاور الى جلوكوز، اليست هيكسر الجلوكوز انيروبيكلي عشان يطلع كربون دايكسيد، كربون دايكسيد هيخلي الدو تنفش، يعني بالانجلش ازاي؟ بيديها التكستشر بتاعتها. كان طبعا بنحطه في الفرن في الاول في درجه حراره مناسبه 25 30، دي اوبتيمم تمبرتشر ليست، لحد بس ما العيش ينفش. اول ما القصه دي بتحصل على طول بنعمل بيكنج نوب، نرفع درجه حراره الفرن، درجه حراره عاليه جدا 70 80 90 100 كمان. ليه؟ قال لك علشان انا اكيد مش عايز اكل العيش باليست والمايكرو اورجانيزم، فانا برفع درجه الحراره عشان اموت اليست، وكمان عشان نعمل ايفابوريشن للايثانول ده، نبخر الايثانول ده ونشم روائح بقى بتاعت الخبز الجميله دي، خلاص. فدي الفكره باي تكنولوجي، يعني استخدام مايكرو اورجانيزم في ان انت تنتج حاجات بتفيد البني ادمين. هنا مين المايكرو اورجانيزم؟ كان يست. انتجنا ايه يا جماعه؟ انتجنا العيش، خلاص.